في جزئيه في السكيلتال ماسل اسمها جراديشن اوف سكيلتال ماسل كونتراكشن. معنى العنوان جراديشن معناها تدرج، ازاي الماسل فايبرز بتعمل كونتراكشن جراديوال، مش كل الفايبرز كونتراكتنج مره واحده. انا عارف في نسبه فايبرز ريلاكسنج ونسبه فايبرز كونتراكتنج، بس عمرك ما هتوصل لل 100% اوف كونتراكتنج فايبرز على طول. عشان كده لازم الاول تعرف الموتور يونت ايه هي وازاي الكونتراكشن ده يزداد واحده واحده. كلمه موتور يونت معناها انتيريور هورن سيل زائد النيرف زائد الماسل فايبرز الوحده الحركيه. قسمت الموتور يونت الى نقطتين عشان ما ندوش، سايز وفانكشن. الموتور يونت لو صغيره هتلاقيها في الفينجر ماسل. كل ما انت بتستخدم حاجه بريسايز عايز تعمل كونتراكشن دقيق زي عضلات العين زي الفينجر ماسلز، مش محتاج فايبرز كتيره في المكان ده، بعكس الباك محتاج فايبرز كتيره او الدلتويد تعمل حركه عنيفه. الفانكشن يا اما سلو او فاست، وده قلناها في المقارنه بين سلو اوكسيديتيف وفاست جلايكوليتيك فايبرز. لينس تنشن ريليشن شيب، ايه علاقه العنوان ده بالعنوان الرئيسي؟ عشان المصل تعمل كونتراكشن قوي في واحد اسمه ستارلينج، كل الدفعه عارفينه. ستارلينج قال كل ما نزود طول المصل يعني نبعد المايوسين عن الاكتين. عايزكم تخيلوا دلوقتي تخيل في الفيديو ان ايدي اليمين دي هي المايوسين وايدي الشمال هي الاكتين، المايوسين تحت والاكتين فوق. كل ما المايوسين بيبعد، المايوسين لما بيبعد عن الاكتين معنى كده المسافه بين الاثنين بتزيد، قوه الكونتراكشن تزيد. سلايدنج ثيوري، بيبقى عامل المايوسين زي فكره الاستن، كل ما يتشد لورا اكتر عايز يرجع تاني للراستنج لانس لطوله اصلا. عشان كده قال ستارلينج ايه؟ لما يزيد اللانس هيزيد الفورس اوف كونتراكشن ويزن ليميتس، دي اللي عليها الدرجه، دي اللي تحط تحتيها خط، لان معنى كده لو بعد المايوسين اكتر، تخيل ايدي اللي تحت ده المايوسين كل ما يبعد يبعد اهو بعد قوي، فمفيش اكتين فوقه يعمل معاه بايند وبند وديتاتش وريسايكل، مفيش كروس بريدج سايكل. عشان كده هقول الجزئيه دي ونعمل زوم على الجدول ده. انا جبت اللينس تنشن ريليشن شيب حطيته في ورقه لوحده عشان اعمل فوكس مهم. دكتوره فاتن قالت ان عندك نوعين من التنشن، باسف واكتف، طبعا مجموعهم توتال. كلمه اكتف طبعا عارفينها، اكتف معناها ماسل كونتراكتايل بروسس، مايوسين واكتين، ده الكروس بريدج، ده اللي فيه الاي تي بي، دي حاجه اكتف. يعني ايه كلمه باسيف؟ المعروف ان الماسل ماسكه في التندون، كل ما الماسل تعمل كونتراكشن تشد التندون معاها، تاخده في سكتها بالتبعيه. معنى كده ان التندون بيبقى ستراكشن بيتمط او يطول باسيف، ما بيعملش مجهود. يبقى البدايه اكتف زين باسيف. طلبه كتيره من خلال كتاب الاسم فهمت الموضوع بالعكس، واتسالت في الكلام ده كتير السنه دي، دكتور المفروض ان التندون هو اللي بيبقى ستريتشد الاول. قلت لهم لا، التندون ستريتشد بعد الكونتراكشن اوف المصل. في نوعين من الالاستيك فايبرز في التندون، سيريس يعني سيريال على نفس الخط مع المصل على التوالي، وفي بارلل الاستيك الين. التركيز في كتاب المصل على السيريس الاستيك وليس البارلل. المهم دكتوره فاتن قالت ايه؟ كل ما يزيد النمبر اوف كروس بريدجز كل ما التنشن يزيد او قوه الكونتراكشن تزيد. عملت لكم جدول بخمس احتمالات. ايه الاحتمال الاولاني؟ لو المسافه بين ال
الميوسين والاكتين قصيره جدا، فهعمل زوم على ايدي واوريك اكتين فوق ميوسين تحت. تخيلوا المسافه قليله جدا لازقين في بعض، ازاي التو هيدز اوف ميوسين ياخدوا المسافه الكافيه تو بايند وبند، يبقى الفيري شورت اكتين كلاودد ات ذا سنتر، في زحمه مش قادر ان انا اخد كميوسين راحتي، فالتنشن قليل. طب كل ما اللينس يزيد التنشن يزيد، افضل لينس للعضله يحدث عنده افضل كونتراكشن هو 2.2 مايكرو. الرقم ده لازم تكون فاكره، اسمه ال ماكس او ماكسيمم لينس، ليه كذا اسم في الكتاب. ماكسيمم لينس هو الاوبتيمال لينس، يعني الطول المناسب تساوي ال ماكس تساوي بريلود. يعني ايه بريلود؟ المصل عامله كونتراكشن طبيعي قبل ما تشيل اي حاجه. يعني انت لو حطيت ايدك على البايسبس دلوقتي هتلاقي في قوه انا ماسكها ما بين ايدي، في يا جماعه كونتراكشن لمواجهه الجرافيتي. ما ينفعش ان المصل في حاله ريلاكسيشن حاليا، لا، في كونتراكشن بس فيري مايل. طيب كل ما نعدي على الاوبتيمال لينس كل ما قوه الكونتراكشن هتقل. يبقى انت لو جالك السؤال ده نظري، جراديشن اوف سكيلتال ماسل كونتراكشن موتور يونت، عرفته وقسمته سايز اند فانكشن. العنوان الثاني لينس تنشن ريليشن شيب، عرفت القانون وفهمته يعني ايه اكتف تنشن وباسيف تنشن والخمس نقط دول. فيري شورت لينس، لينس زي اوبتيمال لينس، سيفير ستريتش لازم تكتبها بالترتيبه دي. اهم نقطه لو ما قلتهاش هتنقص، ان البريلود يعتمد على ايزومتريك كونتراكشن. دكتور يعني ايه مش فاهمه؟ قبل ما تشيل اي حاجه، مش انا بقول لك في كونتراكشن طبيعي؟ قبل ما تشيل معناها ان ده ايزومتريك، يعني ايه؟ مفيش مجهود اتبذل، ورك دان ايكوال زيرو، هو ده اللي انا قصدي عليه. طيب لو انت رفعت حاجه، تخيل كده انا شايل كرسي وانا شايله واحد حط لي حاجه على الكرسي تقيله، فبقى في ريزيستنس بتواجهني اثناء ليفتنج ذا اوبجكت. فافتر نود بيعتمد على ايه؟ افتر نود ده يعتمد على الايزوتونيك كونتراكشن. اوعى تنسى وتتلخبط ان دي ام اس كيو. افتر نود انا عملت مجهود، شلت حاجه، رفعت حاجه، زي ما اجيب صينيه فاضيه واقول لواحد شيلها، كوبايات فاضيه وهو ماشي بيها حطيت في الكوبايات دي ميه، يبقى انا عملت ايه؟ زودت الكونتراكشن بتاعت الماسلز بتاعته عن اللي موجوده اصلا. طب السؤال اللي دايما طلبه بتساله، يعني ايه في ماكس؟ في ماكس معناها اقصى سرعه لشيل الحاجه، عايز اشيل الترابيزه دي بسرعه، تمام؟ يبقى لازم ما تكون خفيفه جدا. هتقول لي طب انا قريت في الكتاب ان في ماكس زيرو افتر نود، معناها ايه؟ اقصى سرعه لما ما تكونش شايل حاجه. فطلبه كتير هتقول يعني ايه؟ فهعمل زوم عليا واوضح لكم قصدي ايه. انا اهو ده البايسبس بتاعتي، انا بعمل ايه دلوقتي؟ فلكشن فلكشن جامد. هو انا شايل في ايدي حاجه؟ لا، في هواء. طالما ان انت مش شايل حاجه يبقى السرعه اللي هتعمل بيها بايسبس كونتراكشن اقوى ما يمكن، لان في افتر لود زيرو، مفيش ريزيستنس بتواجه حاجه معكساه. عشان كده دايما الحته دي ام اس كيو، بريلود يعتمد على الايزومتري، انت لسه ما شلتش. طب الافتر لود يعتمد على الايزوتونيك كونتراكشن. طيب اخر نقطه في الجراديشن، فاكرين في سكشن الضفدعه سكشن الماسل
كنا بنعمل frequency of stimulation. يعني نجيب الضفدعة كده والجهاز الستيميوليتور، عارفين الصندوق الاسود كده اللي فيه صندوق مصدي، كنا بنظبط من خلاله الستيمولس. لو حطيت تو ستيمولاي على الضفدعة غير لو حطيت اكتر من اتنين. تو ستيمولاي بيحصل ايه اثناء الريلاكسيشن او بعد الكونتراكشن؟ ارجع للنظر. اكتر من اتنين، ريلاكسيشن وكونتراكشن، كاني بفكرك بفكره تيتانس وكلونس. وكلنا عارفينها من الاصل ان الكلونس ده انكمبليت ريلاكسيشن، اما التيتانس هو كونتينيوس كونتراكشن. في حته مهمه في الصفحه دي اسمها ستير كيس فينومينا. كل ما يدخل كالسيوم اكتر في المصل كل ما الكونتراكشن يزداد جراديوال، كانك طالع سلم من السلمه اللي تحت للاعلى للاعلى، فبسميها ستير كيس فينومينا. تيجي ام سي كيو، ولما تيجي ام سي كيو بتيجي بالمصطلح الثاني تريبيه فينومينا. كلمه تريبيه كلمه الماني معناها سلم، هي ستير كيس. طيب بقينا موضوعين قصاد جدا ونخلص السكيليتال ماسل. سيمبل ماسل تويتش من اسمها، سيمبل يعني ايه؟ حاجة بسيطة. وكلمة تويتش معناها كونتراكشن، قصدي اديت للضفدعة سنجل ستيمولس فهي ردت بسنجل كونتراكشن. أي طالب بيتفرج على الفيديو ده هيكون عنده سؤال منطقي، هو ليه الدكتور هنا قال لي على الفراج؟ ليه قال على الضفدعة يعني؟ لان الضفدعة تقدر تديها 1 ستيمولس، اما الهيومن بينج لا، ربنا بيدي اعداد مختلفة من الاكشن بوتنشال، ده فريكونسي موديوليتد. فانا وانتم ما عندناش سيمبل ماسل تويتش، لكن عندنا تاتنس. طيب السيمبل ماسل تويتش ايه الفاكتورز افكتنج السيمبل تويتش؟ تو فاكتورز في منتهى الاهمية، هما بصراحة أربعة فاكتورز، بس أنا عملتها بالبولد اس وتي. فلو عملنا زوم على الحتة دي هتلاقي أنا عملت تو فاكتورز يبتدوا بحرف الاس، ستارلينج بلو قلناها، كل ما يزيد اللينس اوف ماسل فورس اوف كونتراكشن انكريز ويز الليمب. ستيميوليشن يعني ايه؟ تخيل فراك اديت لها سكسسف ستيمولاي غير لو اديت لها ريبيتد. ريبيتد المتكرر ده هيخلي فيه فتيج. فاكرين في كتاب الاسم رسمنا كذا كيرف فوق بعض، كل ما تدي ستيمولس اكتر كل ما يحصل فتيج اسرع للفرام رابشر اسيتايل كولين فيسكس. اتنين بحرف التي، تايب اوف ماسل فايبرز سلو او فاست، تاثر في الكونتراكشن، لان لو انا سلو فايبرز هيبقى سلو كونتراكشن، ولو انا فاست فايبرز هتعب بسرعه. تمبريتشر تاثر، ودي برضه قلناها في الفرنك وجت في امتحان الاصلي اللي جابته الدكتوره فاتن وقلناها في فيديوهات قبل كده. لو جبنا فرنك وحطينا عليها وورم سلاين، الوورم يخلي الكونتراكشن كامبليتيود يزيد ويحصل في تايم اقل عشان الانزيماتيك الرياكشنز بتبقى سريعه، والعكس في الكولين. اخر جزئيه في السكيليتال ماسل هي الماسل ديزيزز، يا اما جيناتيك ديزيزز امراض وراثيه يا اما دينيرفيشن. بصراحه الصفحه دي كلها مجرد قراءه فقط لا غير، لان هتعرفوا اهميتها في سنه ثانيه مع السي ان اس جهاز العصبي المركزي. لكن اهم حاجه في الصفحه دي لطالب سنه اولى هي حاجه واحده، الجهاز اللي بيقيس الالكتري اكتيفيتي اوف ذا ماسل اسمه الكترومايوجراف، عملتها بالبولد وتحتيها خط. الجهاز هو الجراف زي الكترو كارديوجراف، اما الورقه اللي هسجل عليها الالكتريك كونتراكشنز اوف ذا ماسل اسمها الكترو مايوجرام.